أكد معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن اقتصاد الإمارات يشهد تحولات متسارعة في ثلاث جوانب رئيسية تشمل التحول إلى اقتصاد سريع النمو قائم على الطاقة المتجددة. وأضاف أن الإمارات تقدمت 6 مراكز خلال عام واحد لتحل في المركز 16 من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2022. وأوضح الزعابي خلال الكلمة الرئيسية للملتقى اليوم أن الإمارات خصصت خلال العام الماضي نحو 132 مليارا و500 مليون درهم من الاستثمارات الخارجية لمشاريع الطاقة المتجددة. وكشف اعتزام الدولة عن استثمار 589 مليار درهم إضافية خلال العقود 3 المقبلة وصولا إلى تحقيق الحياد المناخي.